طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. موقع أخباري يمني يتحدث عن المحافظة اليمنية التي ستشهد أكبر عملية لتبادل الأسرى والمعتقلين. ومن موقع رأي اليمن، جمعية في حضرموت توزع أراض مجانية للأسر المرحلة من السعودية. وفي أخبارنا المنوعة، الصين في مهمة فضائية إلى الجانب المعتم من القمر. أهلا بكم. شعاع أمل جديد يلوح من السويد للآلاف الأسر اليمنية التي تحلم بعودة أبناء وأزواج غيبتهم السجون والمعتقلات سنوات في ظل انتكاسات متواصلة شهدها ملف الأسرى والمعتقلين في مفاوضات عدة، وهو يتنقل من دولة إلى أخرى. وعنون موقع المشاهد نت: الأسرى ملف مفتوح في كل المفاوضات، لا يرى النور، هل يرى النور هذه المرة؟ ويفيد الموقع فيما تتبادل الأطراف والاتهامات عن إفشال ملف الأسرى، تقف فاطمة من سكان محافظة تعز متشبثة بخيوط الأمل على زوجها الأسير بمحافظة الجوف منذ عامين يعود. تقول فاطمة للمشاهد إنها تعيش كابوسا حقيقيا منذ أسر زوجها، وتذوق المرارة كلما سمعت عن أخبار المعتقلين في سجون الحوثي وما يتعرضون له من تعذيب، يموت بعضهم تحت وطأة التعذيب. مضيفة: لا نعرف أين يتواجد، وهل ما زال يعيش أو تم إعدامه بالقتل أو التعذيب. سياسيون وناشطون حقوقيون أكدوا أن الملف يساوي بين الأسير والمختطف، وهذا ليس عدلا. إطلاق سراح أسرى حرب حوثيين مقابل، وهو ليس عدلا، إطلاق سراح حرب حوثيين مختطفين مدنيين، بما قد يدفع الحوثيين إلى اختطاف معارضين أكثر من الذين يعيشون بالمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، كلما تطلب الأمر ذلك، معبرين عن تشكيكهم في نوايا الحوثيين الذين أفشلوا إبرام هذا الملف في كل المفاوضات السابقة. ويتحدث الموقع عن اتفاق بموجبه يجب على كل طرف تسليم كشوفات أسرى خلال 15 يوما من التوقيع، وتقديم الأطراف ملاحظاتها خلال أسبوع، وبعد أسبوع آخر يتم الرد على الملاحظات، ويبدأ تنفيذ القرار خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام على أن تكون عملية التبادل بمحافظة الجوف. المراوغة ديدن الحوثي منذ أول نسخة من المشاورات اليمنية في جنيف، لكن الوقت لا يسعف الجميع إلى المزيد من المماطلة في حال قرروا إخراج البلاد من أزمتها التي طحنت الجمهورية الأشد فقرا في المنطقة. هذا ما يقوله محمد الشبيري في مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور، مضيفا في أجزاء من المقال: ما يزال الحوثيون يبتكرون الحيلة تلو الحيلة ويخادعون المجتمع الدولي بعبارات رنانة من قبيل الدعوة إلى حكومة شراكة بين كل الأحزاب اليمنية. يدرك اليمنيون جيداً والإقليم والعالم أن الحوثي انقلب على حكومة الوفاق التي كان شريكاً بها بعدد من الوزراء، وتجاوز مخرجات الحوار الوطني التي شارك ممثلوه في صياغتها ليصنع واقعاً جديداً في البلاد. انتهى إلى الحال الذي يعيشه اليمن منذ أواخر سبتمبر أيلول 2014. يقول ناطق الجماعة المسلحة أنه لا بد من تشكيل دولة أولاً، ثم يسحب السلاح من جميع الأطراف، وهو يعلم جيداً أن جماعته قوضت الدولة اليمنية ونهبت سلاحها واحتلت مؤسساتها وأعطبت الدولة لصالح جماعة من طيف واحد يؤمن بأحقية الخرافة في الحكم. الناطق وجماعته يرغبون في إعادة رسم صورة مشوهة للدولة التي في مخيلتهم تقوم على أساس محاصصة مناطقية وطائفية، وتؤسس لوضع مختل كلياً يساوي بين بقايا الدولة وجماعة نشأت بصورة تخالف قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية المعمول به في اليمن. الحوثيون اليوم مطالبون بالتحول إلى حزب سياسي مرخص كبادرة حسن نية ابتداءً قبل أي حديث عن حكومة الشراكة أو الائتلاف. لقد كانوا شركاء بعدد من الحقائب في حكومة الوفاق، لكن هذا لم يمنعهم من الانقلاب عليها
تحت ذريعة مكافحة الفساد والجرعة السعرية، تطورت لاحقاً إلى حرب لم تهدأ منذ 4 أعوام ويزيد، أنتجت كارثة إنسانية يزايد من خلالها الحوثيون في المحافل الدولية. يفترض أن نرى ضغوطاً أكبر ضد الحوثيين في حال قرر المجتمع الدولي إيقاف المأساة اليمنية، أما الانصياع لهذه الشروط وترويجها فهو مضيعة للوقت وإهدار لفرص السلام التي قد لا تتكرر مرة أخرى. الحالة التي تمر بها صحيفة أخبار اليوم هي أكبر دليل على وضع الإعلام منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على عاصمة البلاد. ففي البداية نهبت ميليشيا الحوثي ممتلكات الصحيفة والمؤسسة الصادرة عنها، وحين أصدرت في عدن بعد توقف طويل تم إحراق مطابعها، والآن وبعد محاولات الاستمرار تنطفي الشموع. وفقا لموقع الصحوانت، مؤسسة الشموع للصحافة تعلن توقفها بشكل نهائي. وقال الموقع أن مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام في اليمن أعلنت توقفها عن العمل بشكل نهائي نهاية ديسمبر. وكتب سيف الحاضري المدير العام التنفيذي لمؤسسة الشموع أنه بعد 23 عاما من العمل الصحفي المتميز وتاريخ من النضال، تتوقف مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم عن العمل بشكل نهائي نهاية الشهر الجاري. وأضاف الحاضري أنه حاول تجاوز العثرات والخسارة التي كانت قاصمة ظهر بعد إحراق مطابع المؤسسة في عدن مارس الماضي، ونهب ممتلكات المؤسسة التي تحول دون توقف العمل من محافظة مارب، لكن الأمر كان فوق قدرتي على التحمل دون تدخل رسمي. وفي مارس الماضي اقتحمت قوة أمنية تنتمي للحزام الأمني المدعوم من الإمارات في عدن مقر مؤسسة الشموع للصحافة، وحرق مطابعها واختطاف موظفيها على متن أطقم مسلحة تابعة لإدارة أمن عدن. إلى موقع رأي اليمن، والذي عنون في صفحته الرئيسية توزيع أراض على الأسر المحتاجة في حضرموت، وقال الموقع أن مؤسسة عقارية يمنية أعلنت صرف أراض سكنية ل 500 أسرة محتاجة مجانا مقابل مبالغ محدودة بمحافظة حضرموت شرق اليمن. ووفق إعلان مبادرة مؤسسة السعيد الاستثمارية، فإن الفئات المستهدفة هي من المغتربين العائدين بشكل نهائي من السعودية وذوي الدخل المحدود. وفي تصريح صحفي قال مدير العلاقات في المؤسسة عبد الله بن سعد إن الهدف من المبادرة تخفيف معاناة تلك الشرائح وتشجيع قطاع العمال على خدمة المجتمع. وأضاف أن السلطات المحلية رحبت بالخطوة داعيا مختلف الجهات الرسمية المعنية إلى تسهيل الإجراءات القانونية والمساهمة في إنجاح المشروع. وتابع أن ميثاق تأسيس الشركة ينص على تخصيص 10% من صافي الربح للأعمال الإنسانية والتنموية، ويمتاز المشروع الذي يقع في الجهة الشرقية الشمالية لمدينة سيئون وسط حضرموت بتوفير جميع الخدمات الأساسية، إذ تم تخصيص مساحات لإنشاء مدارس ومساجد والمراكز الصحية. هل تنجح مشاورات ستوكهولم؟ تحت هذا العنوان كتب سليمان الدوسري مقاله في صحيفة الشرق الأوسط. أهم ما تسعى الأمم المتحدة للعمل عليه من خلال مشاورات ستوكهولم هو التوصل لاتفاق تفاوضي لضمان التشغيل الكامل لميناء الحديدة الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين. في الوقت الذي ومنذ 3 سنوات تطلب الحكومة الشرعية ومعها التحالف العربي من الأمم المتحدة تولي مهمة الإشراف على تشغيل الميناء وتولي مسؤولية إدارته ولكن دون جدوى. مشاورات ستوكهولم تهدف إلى إنهاء الحرب عبر مساع أممية بعدد من تدابير الثقة، لكنها للأسف تعتبر محدودة. وتتفاءل الأمم المتحدة بالتوقيع على الاتفاق الذي طال انتظاره بشأن تبادل الأسرى، بحيث يكون أول اتفاق رسمي بين الطرفين منذ بداية هذا الصراع. ولكن هل مثل هذا التوافق سيكون كافياً لإنهاء الحرب دون النظر إلى القضايا الرئيسية التي أدت إلى هذه الحرب؟ كون هذه المشاورات هي الخامسة بين طرفي النزاع بعد أن سبقتها 4 أخرى لن تنجح، والأخيرة في سبتمبر أيلول فشلت حتى قبل انطلاقها. وفي ظل أن الحوثيين غير راغبين أصلاً في التسوية السياسية ويستنزفون ما تبقى من أموال الدولة في العاصمة، فمن الطبيعي أن يكون هناك أجواء من عدم التفاؤل لنجاح المشاورات، خاصة أن ما يجري حالياً لم يبنى على أن تكون مفاوضات سلام بل مجرد مشاورات. من دون السعي لاتفاقية حقيقية تمنح حدوداً آمنة بين السعودية واليمن
وتمنع إقامة حزب الله آخر في اليمن، وتكون المرجعية الثلاث: قرار مجلس الأمن رقم 2116 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني جزءاً من الحل السياسي. فإن كل محاولات الأزمة اليمنية لن تنجح في الوصول إلى انفراجة حقيقية، وسيستثمر الحوثيون مثل هذه المشاورات مرة تلو أخرى كما فعلوا المرات الماضية لمواصلة هدفهم في إبقاء الحرب مشتعلة لا تنطفئ. في جولتنا بالصحف الفرنسية والمترجمة خصيصا لقناة بلقيس، عنوان صحيفة أكتو أوغونج الفرنسية حول مشاورات السلام: اليمن، المتمردون ليسوا جادين في البحث عن السلام. وقالت الصحيفة الفرنسية: اتهم مسؤول حكومي يمني المتمردين الحوثيين بعدم الجدية في السعي إلى تسوية للحرب المدمرة التي ابتلعت بها البلاد منذ عام أو ابتليت بها البلاد منذ عام 2014. وقالت رنا غانم عضو الوفد اليمني للصحافة: دائما التوقعات تأتي من خلال التجربة، ومن خلال التجربة سأقول إنهم غير جادين. وتفيد الصحيفة الفرنسية: لقد فشلت جميع المحاولات لإنهاء الحرب التي دامت 4 سنوات حتى الآن، في حين أن الوضع الإنساني في اليمن الأسوأ في العالم ويتدهور يوما بعد يوم. وتطالب الحكومة عبثا بالانسحاب الكامل لمتمردين الحوثي من هذا الميناء، إذ تتهمهم الحكومة باستخدامه لاستيراد الأسلحة، وهو مسرح لمعارك شديدة في الأسابيع الأخيرة. وما زلنا في جولتنا بين الصحف الفرنسية، حيث نطالع في صحيفة باغي ماتش الفرنسية: في اليمن يعاني 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، حيث أفادت وكالات الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 20 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب النزاع الذي يعاني منه البلد الأكثر فقرا في الخليج منذ عام 2015. وفقا لمقاييس وكالات الأمم المتحدة للأغذية، فإن 20 مليون يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد والشديد، وهم يمثلون 67% من سكان البلاد. وقالت منسقية الأمم المتحدة في المجال الإنساني في اليمن: هذه الأرقام تثير القلق. وبالنسبة لمدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، فإن هذا التحليل هو بمثابة ناقوس خطر يظهر أن المجاعة في ازدياد. نحن بحاجة إلى زيادة كبيرة في المساعدات وتأمين الوصول إلى جميع المناطق في اليمن لإنقاذ ملايين اليمنيين، خلاف ذلك سوف نترك جيلا كاملا من الأطفال فريسة للجوع. بالإضافة إلى الدمار والأزمة الإنسانية، أصبح الاقتصاد الوطني في حالة يرثى لها. وقالت الصحيفة إن نسبة كبيرة من السكان لا تستطيع حتى في أكثر المناطق استقرارا الحصول على المواد الغذائية الأساسية، لأن سعرها قفز بنسبة 150% مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة. لهيب اليمن وصقيع الجراح البريطاني، تحت هذا العنوان كتب صبحي حديدي مقاله في القدس العربي، مضيفا في فقرات من المقال: 6 قضايا شائكة معقدة في أمس الحاجة إلى حلول عاجلة يدور بها جريفيث بين فريقين وفدائل ستوكهولم للتفاوض، وهما على يقين شبه مؤكد أن الجولة هذه لاحقة بأخواتها السابقات: إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحتجزين من الجانبين، ووقف الأعمال القتالية في الحديدة مقابل إذعان الحوثيين لطلب تسليم ميناء المدينة، وفك الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز، وتوحيد المصرف المركزي اليمني المنشطر بين رأس في صنعاء وأقدام في عدن، وإعادة فتح مطار صنعاء تحت الشرط تفتيش الرحلات في مطار عدن الذي يتوجب أن يصبح هو السيادي الرئيسي، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق البلاد كافة. إلحاح هذه القضايا الست لا يعني البتة أنها قابلة للتمتع بأي مقدار من المرونة على طرفي التفاوض، ما دامت إدارة البيت الأبيض المتعاقبة وليس إدارة دونالد ترامب وحدها قد قبلت التفاوض المباشر أو غير المباشر مع طالبان في أفغانستان، فمن يكون بن سلمان لكي يأبى التعاطي مع الحوثيين أبناء البلد في نهاية المطاف؟ وكيف تنسى حقيقة أن صعود الحوثيين إلى هذه السدة العالية لم يتحقق إلا بترخيص من الرياض نفسها؟ أيام هواجس الملك عبد الله بن عبد العزيز إزاء إسلاميي اليمن وربيع صنعاء في آن معاً،
ولكن في المقابل وإذا لم يتنازل طرفا التفاوض بالتساوي والتراضي كفريقين يمنيين ضمن نزاع لا يعود إلى سنة 2015 بل إلى سنة 1992 على الأقل، فمن يكون هذا الجراح البريطاني جريفيث لكي يجترح معجزة عجز عن تلمس أطرافها اثنان من العرب أبناء عمومة اليمانيين؟ رغم انتشار 90,000 رجل أمن في فرنسا وتجول عربات الشرطة المدرعة، إلا أن كل ذلك لم يمنع صدامات بين محتجي السترات الصفراء وبين قوات مكافحة الشغب، وهكذا بدأت باريس غارقة في موجة غضب شديدة وجديدة وضباب القنابل المسيلة للدموع وعنوان موقع الدي دبليو. باريس تغرق في موجة غضب وضباب القنابل المسيلة للدموع، وقال الموقع أن عربات مدرعة جابت أحياء وسط باريس فيما دارت صدامات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهري حركة السترات الصفراء الذين أقاموا متاريس وأحرقوا سيارات وألقوا الحجارة في يوم جديد من الاحتجاجات العنيفة المناهضة لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، و خصوصا ضد فرض ضرائب جديدة على الوقود ورفع أسعارها. وفي حين كانت الشرطة تطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، كان هؤلاء يرددون ماكرون تنحى في صدامات دارت بين الطرفين قرب جادة الشانزليزيه التي شهدت أسوأ أعمال شغب في باريس منذ عقود، وارتفعت أعمدة من الدخان الأسوأ الكثيف في سماء المدينة، وتدفق المحتجون على باريس من كافة أرجاء البلاد رغم دعوات الحكومة للمواطنين لعدم المشاركة في هذه التظاهرة التي بدأت ضد رفع أسعار الوقود قبل أن تتحول لثورة غضب ضد سياسات ماكرون المتهم بالانحياز للأغنياء على حساب الفقراء. هناك جانب من القمر لا يراه سكان الأرض ويطلق عليه تسمية الجانب المعتم، ومنذ فترة كانت الصين تبحث الوصول إليه. وفقا لموقع شبكة البي بي سي البريطانية، الصين ترسل مهمة فضائية إلى الجانب المعتم من القمر. قال الموقع أن الصين أول مهمة فضائية أطلقت بغرض إنزال مركبة فضائية آلية على الجانب البعيد أو المعتم من القمر، وأعلنت وسائل إعلام صينية أن المهمة تشانغ إي 4 ستشهد هبوط مركبة فضائية ثابتة وأخرى متجولة إلى فوهة فون كارمان على الجانب البعيد من القمر الذي لا يواجه الأرض أبدا. وستمهد تلك المهمة طريق أمام الصين لإحضار عينات من تربة وصخور القمر إلى الأرض، ولن يحدث الهبوط قبل مطلع يناير المقبل حينما ينزلغ المسبار ويلامس التضاريس الوعرة للجانب البعيد من القمر، وتكتسب فوهة فون كارمان أهمية بالنسبة للعلماء لأنها تقع ضمن أقدم وأكبر معلم للاصطدام على القمر، وربما تكون الفوهة قد تشكلت بسبب الصدام هائل لكويكب مع سطح القمر قبل بلايين السنين. وبسبب ظاهرة تسمى مغلاق المد والجزر، يرى سكان الأرض وجها واحدا للقمر، ويرجع ذلك إلى أن القمر يستغرق للدوران حول نفسه المدة الزمنية ذاتها التي يستغرقها للدوران حول الأرض. أهم الأحداث الأسبوعية التي شهدتها أجزاء مختلفة من العالم كما روتها صحيفة الغاردين البريطانية من خلال المصورين المحترفين الذين وثقوا الكثير منها، نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف اليوم.
وبهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.